السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا أسجل لكم بس حاجة بسيطة جدا بالنسبة للكاردياك سايكل. إيه أهم النقط في الكاردياك سايكل؟ الكاردياك سايكل لو جينا نبص عليها، طبعا إحنا أهم نقطة فيها أو أهم نقطة في البداية الديفينيشن. الديفينيشن بتاعنا إنها ميكانيكال إيفنتس، يبقى هي سيريز أوف ميكانيكال إيفنت مترتبة ورا بعضيها، متوالية ورا بعضها، بتحصل مع بعض. وتفر أنا بدأت منين هوصل للمرحلة اللي قبل اللي أنا بدأت منها. يعني طبعا زمان كانوا بيعملوا التصنيف بتاع الكاردياك سايكل ده في 8 مراحل، حاليا بقى تقريبا في 5 مراحل أو تم تجميعهم في 5 مراحل، نظرا لأن التايم بتاعنا أصلا قليل، لأن احنا عارفين إن السيستوليك بيبقى التايم بتاعه 0.3 سكند والدايستوليك 0.5 سكند. في اللي هي لما نجيب نقسم 60 ثانية اللي هي جوه الدقيقة نقسمهم على 0.8 سكند هيدينا رقم ايه اللي هو 70-72 من اللي هي عدد الضربات اللي هي بتطلع في الاخر الكارديك اوتبوت اللي هي بتعمل الكارديك سايكل. فاحنا عندنا كل سايكل بنعدد كذا سايكلز مع بعض بيدوني الايه الكارديك اوتبوت في 1 مينيت. يبقى الهدف بتاع الكاردياك سايكل هي بندرس فيها ايه آلية حدوث الدورة الدموية وآلية حدوث الكاردياك سايكل وكيفية خروج الكاردياك اوتبوت بالاماونت اللي احنا عايزينه يكون موجود. فاحنا بنتكلم على الافريج اللي هو في الاثليتيك بيرسون، افريج ويت، افريج ايج كده، فبيطلع عندنا العدد ده. فيبقى خلاص احنا عرفنا اول نقطة ان احنا ميكانيكال ستيبس و او ميكانيكال ايفنتس، ووراهم بعد كده التايمنج بتاعنا ممكن نقول إيه ان ده 0.5 0.3 سكند، وبالتالي يبقى ده الزمن بتاع حدوث السيستول والدايستول. طبعا يزيد يقل في حالات الاكسرسايز او في حالات النوم، يعني لو انا نايم ما بعملش اي اكتيفيتيز خالص هيبتدي الكاردياك اوتبوت نفسه او الهارت ريت نفسه هيبتدي يحصل له ديكريز، السايكلز عدد السايكلز بير مينت هتبتدي تقل، وبالتالي هنا هيبتدي يقل الايه المفهوم بتاعنا ده، لكن هيفضل الآلية واحده في الاخر. طيب خلينا نبتدي من مثلا الدايستول اللي هو ايه بين ايه الدايستول ده. يبقى انا ساعه ما اقول كلمه دايستول او اقول كلمه سيستول ان ريليشن تو فنتركل، يعني الدايستول هنا ايه ان الفنتركل ريلاكسد بيستقبل دم، اثناء الدايستول بيستقبل الدم. الدم هيجي له منين؟ هيجي له من الاتريوم، سواء كان الرايت اتريوم او الليفت اتريوم، بوث اوف ذم هيباص البلاد ان وان دايركشن ثرو ذا اي في فالف الاتري فنتريكولار فالف الى الفنتركل المقابل ليه. يعني الرايت اتريوم بيودي الدم للايه الرايت فنتركل، والرايت والليفت اتريوم بيودي الدم للليفت فنتركل ثرو الميترال، والناحيه الثانيه في الرايت سايد ثرو الترايكاسب. يبقى التو فالفز دول في المرحله دي اوبن تمام، وتو فالفز التانيين السيمي ليونر بيبقوا كلوزد. احنا كاننا فتحنا الاتريوم على الفنتركل، تقريبا البريشر بتاعنا بيبقى في ادنى مستوى، والدم بيدخل باسيفلي وذاوت كونتراكشن. 70% من كميه الدم اللي بترجع للاتريوم بتدخل دايركتلي على الايه على الفنتركل، وبعدين يتبقى كميه دم هتبقى خلاص الدم ملأ الفنتركل على اخره. فانا عايز الفنتركل يستقبل الدم بكمية اكبر، عايز اوصل له كل الدم اللي انا اقدر اوصله له في الاند دايستوليك، في الاند دايستوليك اللي هو بنسميه الاند دايستوليك فوليوم، كمية الدم اللي هتيجي في نهاية الدايستول تبقى موجودة جوه الفنتركل. كل ما زاد كمية الدم اللي راجع للفنتركل كل ما هيزيد كمية الدم اللي هتخرج منه، وبالتالي هنا في الحالة دي انا هادي احسن اداء بالنسبة للكاردياك اوتبوت. طيب انا الدم اللي رجع للفنتركل 70% رجع سبونتينيوس او رجع باسيف ثرو الاي في فالف. طيب في كمية دم تانية متبقية عشان تملى الفنتركل ويبتدي يحصل الاكشن بتاعنا ويحصل الميكانيكس بتاعتنا، ان انا عايز اضخ كمان عشان يبقى 100% من الاماونت اللي المفروض يوصله للفنتركل. ال 30% دول هيتضخوا ازاي؟ عن طريق الاتريال سيستول، الاتريال سيستول اتريال كونتراكشن، بنوصل من 20 ل 30%
ده عشان ندي الرينج دايما، مبقاش بنقول رقم ابسوليوت كده، يبقى من 20 ل 30% بيوصل الى الايه الفنتركل. طيب ناخد نظرة تانية بالجزء ده. طب الدم جه من الاتريوم للفنتركل، دخل الفنتركل، هيبتدي هنا يحصل ايه؟ ديستنشن او ستريتشنج. بقى ستريتشنج للفنتركل، الاستريتشنج للفنتركل هنا هيبتدي يعمل دور تاني ويعمل مرحلة تانية. طيب نيجي الاول، الدم وهو داخل، الدم وهو داخل 70% دول واحنا بنصبهم كده جوه الفنتركل، وبما ان الفنتركل واخد الشكل اللي قدامنا كده، فالنزول الدم جواه بيعمل تيربلنس، تيربلنس اوف بلاد، يعني بيحصل دوامات للدم، فبتعمل عندي اللي هو بنسميه الثيرد هارت ساوند، ثيرد هارت ساوند. هتقول لي فين الفيرست والسكند، هقول لك عليهم بعد كده، خليك معايا هنكمل. طيب ده الثيرد هارت ساوند، احنا ممكن نقوله في الاخر وممكن نقوله دلوقتي، بس عشان يبقى الناس فاهمه ان الدم وهو داخل بيعمل الثيرد هارت ساوند. بعد كده حصل استريتشنج للفنتركل على الماكسيمم بتاعه او على الكميه 100% الدم اللي موجوده فيه، فالفنتركل هنا هيحاول ان هو ايه يبتدي يحصل فيه رجفه، الرجفه دي بتعمل فورث هارت ساوند، وده نون اوديبل، يعني ممكن الثيرد يبقى اوديبل، ممكن اوديبل بالايه؟ بالستيتوسكوب. طب ممكن الفورس يبقى اوديبل؟ لا، ده الكلام اللي ايه اللي مكتوب عنه ان الفورس يبقى مش اوديبل. يعني ده حصل فين؟ حصل قبل ما يحصل الايه الفيرست هارت ساوند. طب الفيرست هارت ساوند يحصل ازاي؟ احنا قلنا يحصل رجفه في جدار الفنتركل، الرجفه اللي في جدار الفنتركل دي هتؤدي ان هو يبتدي يعمل كونتراكشن، البريشر هيبتدي يزيد جرادولي، اول ما البريشر يجي يزيد الدم هيبتدي يتحرك، يتحرك فين؟ يا اما يرجع بالعكس يرجع للاتريوم، او يمشي في اتجاه الايه اللارج ارتري. طب لو جه يرجع للاتريوم، اللي هيمنعه ان هو يرجع للاتريوم؟ ان انا عندي الفالفز بتاعتي سواء كانت مايترال او ترايكاسبيد متثبته، الليفلتس بتاعتها والليفز بتاعتها متثبته بالكوردة تنديني، الكوردة تنديني عباره عن تندونز لايك كده وكوردز بتبقى ماسكه في البابيلاري ماسل اللي موجوده في جدار او الانر بارت او الانر وول اوف ذا فنتركل، وبالتالي بتبقى شاده تشد الايه الفالف لتحت، يجي يتعبى دم من تحت فالدم يتمنع ان هو يرجع للفنتركل، ويحصل لهم انتفاخ كده، فيحصل انتفاخ قصاد بعضيهم هما الاثنين، الانتفاخ اللي يحصل قصاد بعض هما الاثنين ده هيبتدي يؤدي الى ايه؟ الى حدوث الفيرست هارت ساوند. يعني اهو ادي الليفلتس كده الدم بيعدي منها، تمام، الدم معدي منها كده، وبعدين اول ما يجي يحصل كونتراكشن، كونتراكشن هنا في الفنتركل، الدم هيحاول يرجع من خلال الفتحه دي. طب هيرجعش ليه؟ هيروحوا دول يتنفخوا بلاد كده ويروحوا قافلين ايه علينا ايه الاتريوم، وبالتالي يبقى الكابس هنا هي عملت عندي الفيرست هارت ساوند، عملت عندي الفيرست هارت ساوند. حد يقول لك طب الفيرست كده بيجي بعد الفورس؟ يا سيدي ماشي، ما بيجي بعد الفورس هارت ساوند، بس خلينا نسمع بقى كله. اللي اكتشف الموضوع في الاول سمى ده فيرست وسمى الثاني سكند، لان دول المين تو ساوندز، وبعدين اكتشفنا بقى الثيرد والفورس، فخلاص يعني ما خلاش دي نقطه خلاف، خلينا في الحاجات البيزك الاساسيه الرئيسيه. خلاص هنا انا بالنسبه لي كده الاي في فالف اتقفل. طيب عندي الناحيه الثانيه السيمي ليونر فالف كده، السيمي ليونر فالف زي علامه مرسيدس، تمام، متقسم كده والكابس بتاعته مقلوبه بهذا الاتجاه، هيبتدي البريشر جوه الفنتركل اعلى من البريشر ايه جوه اللارج ارتري اللي هو سواء كان البالمونري ارتري او الايه الاورطه، الدم يتدفق مره واحده مباشره الى اللارج ارتري اللي موجود، ويبتدي يحصل له ايه ديستنشن، دي اللي هي مرحله الايه الايجكشن. طب المرحله اللي قبلها كانت ايه يا دكتور؟ المرحله اللي قبلها كانت اسمها ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، اللي هي ايه؟ عندي الاي في فالف مقفوله، السيمي ليونر فالف مقفوله، كمية الدم ثابتة، البريشر بيزيد جرادولي مع الكونتراكشن بتاعت ليه؟ لأن الكونتراكشن هيبتدي البريشر يزيد جرادولي مع الكونتراكشن بتاعت الايه الفنتركل. دي بتبقى مقابلة لايه في الجزء ده اللي هو الايجكشن هنا هيحصل مع الكيو ار اس. بداية من الاثنين ورا بعض على طول، يحصل عندي كلوجر، يحصل عندي الفيرست هارت ساوند، يحصل عندي الكيو ار اس، يحصل عندي تدفق الدم الى ايه ناحية اللارج ارتري. يفتح الفالف بتاعتنا، اول ما يفتح الفالف
الدم هيروح للارج ارتري هيبتدي يحصل له ديستنشن، ويطبق قاعده ويند كيسل. انا عندي الفالفز هنا كده وعندي اللارج ارتري بيكبر بهذا الشكل وبعدين يرجع تاني، يعني بيحصل له ديستنشن او ستريتشنج وبعدين يرجع تاني. لما يجي يرجع تاني كده الدم عنده ايه، لما هيجي يقفل كده الدم يا يرجع لورا ها يا يمشي لقدام جوه ايه في اتجاه الارتريولز، في اتجاه السيركيليشن اللي هو رايحها، سواء كانت بالمونري او سيستميك. تمام. طيب الدم لما جه يرجع كده، لما جه يرجع في هذا الاتجاه لقى ايه، لقى الفالفز اللي هي شكل مرسيدس دي هتتنفخ برضو وتروح قافله تعمل عندي السكند هارت ساوند. سكند هارت ساوند. الدم راح فين دلوقتي؟ راح للاورطة، اتنفخ كده راح راجع لورا عشان يروح قافل الفالف ويعمل عندي السكند هارت ساوند، وبعدين ينطلق يعمل الدايك ايه كروتيك نوتش اللي هي بتظهر عندي عند الدياجرام اللي انتوا عارفينه ده، اللي هو واضح فيه كل الاكشن اللي بتحصل جوه الايه الهارت. الدم بقى يمشي من الاورطة، يبقى هنا هيبتدي يحصل ايه، ديكريز الاماونت اوف بلاد في الاورطة، ديكريز البريشر في الاورطة، يبقى هنا الاورطة هنا ايه بدا يخش في مرحلة، او وكمان الفنتركل يخش في مرحلة الايه الدايستول. طب في المرحلة دي يعني احنا ايه اللي حصل، احنا عملنا كلوجر للسيميليونر فالف، عملنا كلوجر للاي في فالف، عملنا ريلاكسيشن للوول بتاعه الفنتركل، فضينا الفنتركل من الستروك فوليوم، يعني طلعنا الستروك فوليوم بره واللي اتبقى اللي عندي اللي هو الاند سيستوليك فوليوم جوه الفنتركل. وبدا هنا يبقى عند المرحله دي اسمها ايه، ايزو. برضو ايزو ليه؟ لان الفوليوم مش هيتغير. ليه؟ لان التو فالفز مقفولين، سواء كان السيميليونر فالف او الايه الاي في فالف، الاثنين مقفولين ريلاكسد وول، يبتدي يحصل ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيس. تمام. حصلت الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيس، يبتدي ايه بعديها بقى ايه اللي يحصل. احنا كده حصل عندنا الفيلينج ديورينج الدايستول ها بالباسيف، وبعدين فيلينج بال 30% ديورينج الاتريال سيستول. تمام. كمل ال 100%، عمل ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، عمل ايجكشن فيز، عمل ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. بعديها على طول يا جماعه هيبتدي يحصل ايه تاني، ارجع بقى للخطوه الاولانيه تاني، ان انا هبقى ريلاكسد، ارجع تاني ابقى ريلاكسد، يفتح عندي الاي في فالف تاني، يفتح عندي البي في ال في فالف تاني، فيعمل عندي الثيرد هارت ساوند، يعمل عندي الفورس هارت ساوند نتيجه الامتلاء الاولي بالتربلنس اوف بلاد، وبعدين لما يتملي خالص وقبل ما يقفل الفالف، قبل ما يقفل الفالف هو بيعمل الرجفه دي، بيضق بيحرك الدم جوه ويعمل الصوت اللي هو بتاع الفنتريكولار وول، ويقفل عندي الفالف من فوق، فيبتدي يحصل عندي الفيرست هارت ساوند، ويبتدي الكاردياك سايكل تتغير وتتحقق بهذا الشكل. ده طبعا تلخيص سريع، لا يعني ان انا كده انا شرحت كل حاجة. ليه؟ لان انا طبعا مع كل مرحلة من دول لازم اعرف الايه النقاط اللي موجودة فيها، وده اللي موجود في السلايد عندكم. موجود ايه في السلايد عندكم؟ موجود التايمينج، موجود التايمينج بتاعها، ايه الوضع بتاع البريشر، ايه الوضع بتاع الفوليوم، ايه الوضع بتاع الفالفز اللي هي الاترو فنتريكولار فالفز والسيميليونر فالفز، ايه المرحلة اللي انا بتكلم فيها بالنسبة للاي سي جي، كانت بي ويف اتريال ديبولاريزيشن، كيو ار اس فنتريكولار ديبولاريزيشن، الجزء اللي هو الاس تي سيجمنت اللي هو مقابل للبلاتو، وبعد كده التي ويف اللي هي عندنا بتمثل الجزء اللي هو الفنتريكولار ريبولاريزيشن، وارجع تاني للاس اي نود ايزو الكتريك لاين، وبعدين ابدا بي ويف، وبعدين امشي في الايزو الكتريك لاين بتاع الاي في اي في اي في نود. تمام. وبعدين ابدا كيو ار اس تاني. تمام. وابتدي امشي برضو بالبلاتو، وبعدين اعمل تي ويف. تمام. وممكن الاقي ايه بقى في الجزء ده، الاقي يو ويف. اليو ويف هنا بتبقى ايه، بيبقى لسه ما حصلش الريبولاريزيشن كومبليتلي في البابيلاري ماسل، ده السبب بتاع اليو ويف. طيب حد يرجع يسال سؤال، هو ليه الاي في فالف بتبقى في الجزء ده ايزو الكتريك؟ ايزو الكتريك لان ما بيحصلش فيها الايه الاكشن بوتنشال بالدرجه اللي هي تظهر زي البي ويف والكيو ار اس. بيحصل فيها اكشن بوتنشال؟ اه طبعا بيحصل فيها اكشن بوتنشال، ولكن لا يصل للمرحله ان هو يظهر على الرسم بتاعي للي انا عامل له ماجنيفيكيشن. تمام. طيب ايه اللي بيخلي الاي في ويف هي اللي بتوصل
هي الاونلي كونكشن بتوين الاتريوم والفنتريكل، مش ايه اللي بيخليها يعني، هي طبعا هي الجزء اللي موجود على الجزء اللي هو البيز اوف ذا هارت او الويست اوف ذا هارت، الجزء اللي هو الفايبرس اللي مرصوص عليه كل الفالفز وموجود بوستيري اللي موجود اللي هو الاي في فالف. بنلاقي الاي في فالف بتبقى ابطا كونكشن بتوصل بين الاتريوم والفنتريكل عشان تسمح بالكونتراكشن اوف ذا اتريوم بيفور كونتراكشن اوف ذا فنتريكل. الاي في فالف ليه بيبقى بطيء فيها؟ لقله عدد الجاب جونكشن، ده السبب اللي موجود عندنا. حد هيقول لك اي حاجه تانية اهلا وسهلا، لكن هو الجاب جونكشن هي اصلا اللي بتسرع وتقلل، كل ما زاد عدد الجاب جونكشن كل ما زاد سرعه انتقال الاشاره العصبيه، وهو ده اللي بيتحقق معانا بعد كده في البركنجي فايبرز. طبعا ايه، بنرجع نقول ان البركنجي فايبر هي الفاستست، هي اسرع حاجه، والاي والاي في فالف هي سلوست او ابطا شيء موجود في ايه، في الكوندكشن سيستم. طيب احنا عندنا بنقول على الاس اي نود ايه، بنقول الاس او نود هي اصلا الاوريجن اوف ذا كوندكشن. عند العمر بتاعنا لما ربنا بيدب الحياه في قلب الجنين بيبدا الاس اي نود تشتغل، وبتشتغل من المهدي الى اللحد، فبتبتدي تشتغل من الوقت ده لغايه ما تخلص، بتبدا بالاكشن بوتنشال وبتدي يحصل له ترانسميشن بسرعه مثلا من 2 متر ل 3 متر جوه الانتر نودا اللي هي تنقل كل الاتريوم مع بعضه، وبعدين توصل عند الاي في نود تتاخر شويه، وبعدين تبتدي تسرع تاني جوه باندل اوف هيس، وبعدين في البرانش الليفت برانش اوف ذا والرايت برانش اللي هم رايحين للتو فينتركل، سواء كان رايت فينتركل او الليفت فينتركل، وبعدين بتتفرع بعد كده للبركنجي فايبر اللي هي الفاستست بتاعتنا. طيب احنا عندنا هنا النقطه كده وضحت الالكتريستي بتاعتنا. الاس اي نود زي ما احنا بنقول بتبعت من 100 ل 120 ده الماكسيمم بتاعها، ولكن بيحصل له ديكريز مع الايه، مع افكت اوف بارا سمباثيتك اللي هو بيشتغل نودل، بيشتغل على الاس اي نود على الاي في نود تمام. وبعد كده لو حصل دامج في الايه في الاس اي نود، مين اللي يشتغل بديل ليه؟ الاي في نود. بتشتغل البلسيشن بتاعتها بتبقى تقريبا من 40 الى 60، واندر افكت اوف باراسمباثيتك بتبقى تقريبا 50، وبعدين نتحرك. لو حصل دامج كمان في الاي في نود بيشتغل مكانها البركنجي فايبر، البركنجي فايبر هنا بتبتدي تعمل ايه من 20 الى 40 اللي هي السيجنالز اللي بتبعتها، وبرضو اندر افكت اوف باراسمباثيتك بنلاقي عندنا هنا السيجنال بتوصل الى جزء اللي هو بتاع ال 30. طبعا ال 30 ده مش كفايه عشان يشغل الكاردي فاسكرز، مش شغل الهارت، مش هينفع يشغل الهارت. يعني ايه اللي هيحصل طيب في الحاله دي؟ هل الهارت يقف؟ لا، بيشغل الهارت لفتره قصيره لحين تركيب ارتفيشال بيس ميكر. يبقى انا عندي البيس ميكر الرئيسي بتاعي هو الاس اي نود، اللي بيشتغل بديل ليه هو الاي في نود، وممكن يشتغل البركنجي فايبر، ولكن بتبقى فور فيو مينتس، يعني حاجه وقت بسيط جدا لغايه ما اقدر اوصل الارتفيشال بيس ميكر تمام. ده يعني مختصر كده الجزء اللي هو النقط المهمه اللي انا ابتدي اركز عليها. طبعا برضو مهم جدا ان احنا نكون عارفين البريشرز ديفرنسز اللي بتبقى موجوده جوه الرايت اتريوم والرايت فينتركل والليفت اتريوم والليفت فينتركل. وعرفنا سابقا ان وجود الاس اي نود في الرايت اتريوم ده بسبب ان الضغط هناك من 0 الى 4 او من 0 الى 2، هو ده اللي بيخلي ربنا سبحانه وتعالى عمل الاس اي نود في المنطقه دي وموجوده في ساينس جوه، على اساس ان هي تبقى هايلي بروتكتد وما تتعرضش لاي بريشر تمام، وبالتالي ما حصل لهاش دامج، يعني الدامج فرصه الدامج بتاعتها بعيده جدا. طيب نيجي بقى للجزء اللي هو البريشر، هنا قلنا ايه من 0 ل 2 ده اللي متعارف عليه، لكن ساعات بنكتب بعض الريفرنسز من 0 ل 4. نيجي للرايت فينتركل بنلاقيها من 15 الى 30 او 25 ل 30، بتلاقي برضو الرينج بتاعنا بس هو الماكسيمم بتاعنا 30، وبالتالي هلاقي الاورطة سوري البلمونري هتلاقيه قريب من البريشر ده، قريب من البريشر اللي موجود جوه الرايت فينتركل. لازم الفرق ساعة السيستول يبقى او ساعة الاجكشن يبقى ان الفينتركل يبقى اعلى من اللارج ارترز اللي هي سواء كانت البلمونري او الاورطة تمام. نيجي للبريشر على الاذر سايد في الليفت اتريوم هنلاقيه من 4 الى 8، من 4 الى 8 خلاص.
يبقى ده هنا برضو الرينج. في رينج تاني بتكتب اه في رينج تاني بتكتب، بتكتب من 4 إلى 10 تمام. واجي بقى على الليفت فنتركل بلاقي من عندي من جزء عندي اللي هو البريشر بتاعي من 80 ل 140، البريشر بيتراوح من 80 ل 140. هنا البريشر طبعا بيبقى هنا الهاي بريشر تشامبر موجود عندي اللي هي الفنتركلز، اللو بريشر بتاعتي اللي هي بتبقى الاتريوم. if I am comparing الاتريوم بالفنتركل، لكن الاتريوم ان جنرال بنعتبره هو الريزرفوار اوف بلاد، هو بيستقبل الدم وهو اللي بيتخزن فيه الدم، والفنتركل بنعتبره اللي هو البامب تشامبر او البامب ايه اريا، هو ليه بيؤدي الفانكشن اوف ذا هارت اللي هي بامبنج ذا بلاد تو ذا تارجت اريا، سواء كان بالمونري او ذا هول سيستميك اريا. ده كده يا جماعه ملخص سريع على الجزء اللي هو الهيمودينامكس والالكتريستي بتاعتنا. ان شاء الله باذن الله اكلمكم تاني على الاكشن بوتنشال اللي هو السلو اكشن بوتنشال اللي بيحصل في النودل، واكلمكم على الاكشن بوتنشال اللي هو بيحصل في سواء الاتريوم او الفنتركل او البركنج فايبر اللي هو الفاست اكشن بوتنشال. وان شاء الله يعني تذكروا بيه، ولو في حد عنده اي اسئله اهلا بيه، واي كومنتس اهلا بيكم. وسي يو ليتر ان شاء الله. السلام عليكم وجود لك، بالتوفيق ان شاء الله.